غادي يدير. إذا إلى اللقاء. بدأ البث المباشر اللي كنقلوا لكم من مدينة المحمدية وبالضبط شارع تادلة وعلى مستوى مسجد مالي وبالضبط حديقة مسجد مالي اللي طالها التهميش منذ مدة طويلة في غياب أي اهتمام من أي مجلس بلدي بمدينة المحمدية بما فيهم هذا المجلس هذا. إذا غادي نتبقاو معنا في البث المباشر اللي غادي نوضعكم فيه في كيف ما كتشوفوا الآن كاميرا. إذا في المدخل ديال الحديقة هذه يستقبل الشديد الكلاب الضالة والكراسي الكراسي كيف ما كنشوف الكراسي مهرسين. لا لا مرحبا قولي قولي تفضلي لالا تفضل معنا من الساكنة ديال المحمدية. شنو الحديقة هذه؟ غير على هاد الحديقة وهاد الحديقة حنا أنا غندوي على المحمدية كلها. أنا غندوي على حنا الناس ديال المحمدية. حنا كنشمو الدخان ديال لوزينات. كنشمو الهواء ديال لوزينات. ما عندناش الهواء نقي. هادي وحدة. الجرادي ما عندناش. عندنا وحدة. إلا لقيتي الكراسة عامري خاصك تطرد تجلس فوق الحيوطة تبرد مع راساتك تنفس. كتقصدي ديال البار؟ ولادنا ما عندهمش ولادنا فين يجلسوا. ما عندهمش فين يلعبوا. ما عندهمش فين يتنزهوا. هادشي اللي غادي نقول انا كندوي على المحمدي. حنا مضرين علاش؟ حيت الا كانت شي عماره ولا كانت شي ارض خاويه كتطلع عماره في شهرين ثلاث شهور طق طق طق. الا كانت واحد الحفره باغيين يديروها لنا جرده كتبقى ثلاث سنين هما مغطيين عليها. منين يخرجوها لنا كيخرجوها لنا واحد جوج نوارات وبزاف ديال. شنو الاسباب في نظرك ديال هادشي؟ الله اعلم. شنو اللي خلى يعني ما يكونش واحد الاهتمام بمدينة المحمدية؟ هاد السؤال ما خصكش تسولني انا. خاصك تسول المعنيين بالامر. المعنيين بالامر ما كيجاوبوش. ما كيجاوبو حتى واحد. ما عندهم ما يقولوا. اش غايقولوا؟ يجاوبوك ولكن قبل الانتخابات كيجاوبوك. اش غايقولوا؟ ما عندهم ما يقولوا. الانتخابات كيجاوبوك. حنا هذاك الشيء اللي غتقول لنا حنا غادي نديرو. اول حاجه غادي نديرو. ما عندهم ما يقولوا. اش غتقول لهم؟ شنو غتحسب جرادي؟ حسب جرادي. كاينين ثلاثه في المحمديه. هذيك ديال البارك ما بقيناش كنهضروا عليها. هذيك ولات كاع هي براسها ولات عجريده. هذيك ولاو العمار ديك ما بقيناش كن صافي. وشنو حسب اش غايقول لك؟ هذا اللي معني بالامر. اش غايقول لك؟ ما عنده ما يقول. دابا كنت في جلسه هنا المفروض جلسه في كرسي. الكراسي كاملين موسخين كاع مهرسين. ايوا الحمد لله ايوا الحمد لله. منين الهواء نتنفسوا واحد شويه واخا موسخ ما كاين مشكل. راه لوزينات شويه كيطلقوا عندنا شويه ديال هذا ما كاين مشكل. ماشي مشكل. كنتمنوا تغيير واحد الرساله مباشره للمسؤولين. حنا بث مباشر. المسؤولين كيشوفوا. شوف الرساله اللي غنقول للمسؤولين. المسؤولين كيشوفوا بعويناتهم. عارفين كل شيء. يعني بنادم ما غاديش. انا ما عندي ما نقول لهم. كيخليهم يتعاملوا. الا كانوا شوف الله اعلم. نفسه شوف الضمير هو اللي غادي يدوي. الضمير هو اللي غادي يهضر. ما يمكنليش انا غنقول لهم اش غديروا. هما راه كيبان لهم كثر يديرونا ويني ما عندنا ما نديروا. نصبروا. شكرا على التوضيحات لله. اذا شفتوا الغيره ديال هذه السيده هذه اللي هي من مدينه المحمديه وعطاتكم عطات صراحه واحد العبارات في الصميم بخصوص مدينه المحمديه. اذا غادي نوريكم غادي قبل ما نختم معكم المباشر نوريكم هذا المشهد الاخير ديال هاد دور من دغيا. اجي من هنا اجي هكا اجي هكا. اذا ها انتم كما كتشوفوا تعال على. اذا اش غادي تقول لنا على المسجد مالي بالمحمديه؟ واش كنقول؟ الحديقه تاع المسجد زوينه كانت زوينه ولكن دابا ما عرفتش كيفاش المسجد. يا هادشي راه الصلاح 4 سنين هذه. ما فهمتش 4 سنين باش الصلاح ولا بهذ الكارثه هذه. دور فيها. ما فهمناش كيفاش هادشي وما فهمنا والو من هذا السؤال. ما فهمنا حتى شي حاجه. دابا بغيتي تقول انت واحد من الساكنه ديال المحمديه ما بقيتو فاهمين والو في المدينه. ما بقيتو فاهمين حتى حاجه. قالوا كنشوفوا غدا حنا غاديين عايشين غاديين صافي غاديين صافي. المسؤولين ولا عينا ما نهضروا عينا من بنادم كلشي فاهم كلشي واعي كلشي عاقل. كل دري صغير ولا فاهم كبير فاهم والمسؤولين راهم. هذه الحديقه هذه راها صوبت غير هذه 4 سنين. الموضوع ديالنا وهو هاد الحديقه هذه تقريبا صوبت هذه واحد 4 سنين. كتستقبلوا في المدخل ديالها كما قلت لك عبد الله والكراسي المهرسين اللي مجلس اي مجلس بلدي صراحه واش صعصع عليه الحل انه يصلح هذه الكراسي هذه ويهتم بهذه الحديقه اللي قدام هذه المعلمه ديال مسجد مالي اللي دشنا المغفور له محمد الخامس. ندير واحد اقتراحات للمجلس البلدي قرب لي بحال مثلا غادي نداروا مثلا شي يداروا كراسه بالاسم زوج
ولكن يبقاو بهذا المنظر هذا. كاينه قضيه اخرى عاوتاني ضروري خاص يكون شي مسؤول مراقب هذا الشيء، يكون شي واحد خدام محسوب على البلديه، خاص يكون هنا. لا خاص واحد يكون هنا دابا كتكون ها شي واحد تكلفوا هذاك الشيء اليوم الجامعه الناس مريحين، يجيبوا واحد يكلفوا واحد هنا ويحطوه. اييه وشي لا دار على هاد الدايبيه هنا وخا ما تخلطوش البلديه، الدايبيه اللي هنا يعطيو مول المارشي يعطيو صافي. نديروها 100 درهم للحانوت، عير 100 للحانوت، 100 درهم للحانوت، 100 يكون داك الشيء غادي هو هذاك وما كاينش اللي غايقول لا. لان عيب نشوفوا حديقه اللي كتعتبر اول حديقه بالمحمديه كنلقاوها بهذا الشكل هذا. تفضل. غادي نقول لك السلام عليكم بعد اول البدء. ان شاء الله غادي نقول لك المحمديه كانت معروفه بمدينه الزهور والرياضه، دابا ما بقى ولا زهور لا رياضه. اول حاجه كنا العمل عباده، حنا مسلمين ما كنامنوش بهذه الفكره وهذه الكلمه ما كنامنوش فيها. اي واحد كيخدم شي خدمه راه ما كاين حتى حاجه، ما كاينش حتى المراقبه، ما كاين حتى شي حاجه. شوف ما كاينش ذاك الصانع اللي كيخدم شي حاجه راه ما كايناش، شي حاجه اللي غدوم لنا فتره طويله ما كايناش. ها هو كرتي الله تصاوب. وفي المحمديه اللي كنلاحظوا واحد الحاجه، كنلاحظوا واحد الحاجه اللي كنلاحظوا هي ان ما كاينش لا جرادي لا حدائق، لا فين ريحوا العيالات، لا فين ريحوا الرجاله، ما كاينش في لعبو، كاين عاد الديور كيتبناو. حتى المسؤولين شوف حتى الرجال الكبار اللي كيبغيو يلعبوا الضمان، انت شوف مساكن فهمتيني بحال هادو نديروا لواحد المتنفس. بغيت نسولكم دابا هاد الناس، هاد الناس دابا هادو اللي كيبروا 60 عام فين غيمشي في المحمديه؟ في بادئ الامر كانت المحمديه معروفه مدينه الزهور، كانت عندنا بارك كاين شويه متنفس ديال الغابه ديال المجدبه، كنا كنمشيو المتنفس فيها. الساعه الان كنلاحظوا غير كاينين وحدين خاصين كياكلوا غير كياكلوا الاراضي باش يبنيو فيها. نعم. دي زابارتومون الناس وديور ومشاريع اللي تكشف جيبهم، اما شي حاجه اللي في صالح العام راه ما كايناش. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا. اخر كلمه توجه للمسؤولين بالجماعه. دابا اخر كلمه هو اسمع اغنى جماعه في المحمديه. انا كندير كاسيا. سمع على عين السبع. انا كنمشي لكاسيا خو، و93 درت كاسيا خو، كنريح معنا السما الجمله كيديروا داك الشيء، كيقول لي اغنى جماعه عندكم. اسمع اغنى جماعه عندكم هي المحمديه، حنا محسوبين على عين السبع، فيها كل شيء. مسخين فين مشات؟ هو كاين كل شيء ولكن حتى حاجه ما باغيين يديروها ياك. نعم. بحال هكا كاين الفلوس، اغنى جماعه في المحمديه. نعم. عين السبع المحمديه. نعم. خاص الاهتمام وصافي. شنو هي اغنى جماعه؟ اغنى جماعه هي الدار البيضاء والمحمديه ياك. اذا المحمديه كي خاصها تولي زقزقزق بن سليمان عروبيه ياك. بن سليمان لا تميتي غادي بحال غادي في فرنسا. لا المنصوريه اللي حدانا ولا البرنوسي ولا يعني لا والو. هات شوف حنا دابا اسمع السي خالد. دابا خالد دابا سميتو هذا البن سليمان هو عروبيه ياك، احسن من المحمديه مليار مره باش حيا السكان ديال بن سليمان والمرافق العمر. مرحبا. والجرادي بعنا لهم طوموبيلات ناس العمره دار الصراحه، راه يومين انا بن سليمان جبت واحد الطوموبيل نيت مؤخرا انا من سماره. صافي شكرا غنولي في عشاء. اذا مشاهدينا انتم كما كتشوفوا بالصوره اذا كما كتشوفوا بالصوره تعال الاخر كان. اذا كما كتشوفوا بالصوره هذه الحديقه ديال المسجد مالي، هانتوما كما كتشوفوا الان فيها بالصوره البلاتي. غادي ندخلوا دابا للحديقه وغادي نوريو غادي نوريكم الحديقه ديال المسجد مالي بمدينه المحمديه اللي كندوزوا عليها يعني صباح مساء. ولكن هذه متنفس، شوفوا الشكل ديالها، عيب يعني حديقه نلقاو فيها الكلاب، راه عيب. هانتوما دابا كتشوفوا الكراسي كيفاش داير الشكل ديالها، انت شوف الكراسي كيفاش دايره. البلاصه خلينا صافي. كنتي كتعيش في اوروبا، اعطينا واحد التصور ديالك على المدينه ديالك من بعد ما رجعتي. اودي غادي نقول لك كان بكري كيقولوا ان المحمديه كانت عندها واحد التوأم مع مدينه نيس ياك. كانت المحمديه مدينه الزهور، معروفه بمدينه الزهور، معروفه بالكره، معروفه بزاف ديال الحوايج. دابا لحد الان ما بقيناش كنشوفوا هذيك الزهور اللي كانوا، ما بقاش الرياضه الحمد لله هذا العام يلاه رجعت هذيك مدينه الفرقه ديال الشباب المحمديه الحمد لله دابا ولات مزيان، ولكن الزهور ما بقاوش. المرافق الدراري الصغار مسكين ما عندهمش فين يلعبوا، الرجال الكبار ما عندهمش فين يريحوا، العيالات حتى كيخرجوا ما عندهمش فين يريحوا. قاتل درتي واحد النظره شامله هنا ما كاينش ناس فين تريح، لا اللي غتدخل ليها وغتريح فيها. حنا ما كنقولوش كلشي خايب، حيت كاين العقليات ديال الفئات الصغرى، الناس ما عندهاش العقل شويه ما كاينش، وكاين الناس المسؤولين حتى هما ما كيبادروش في هذه المبادرات باش المحمديه تكون في ارقى الامكنه ديالها.
غير ديالك على المحمديه. وحنا ولاد محمديه وبالاضافه بالاضافه الناس كل المساكن اللي كيجيو دابا ما عندوش فين يريحوا، الا خرج من الدار ما عندوش فين يمشي. نعم خاصو يمشي حتى للمجدبه ولا يهبط حتى للبحر ولا يهبط حتى للبارك. ما عندو فين يلعبوا، فين يلعبوا الدراري الصغار دابا؟ انا ولادي فين غيخرجوا يلعبوا؟ يلاه تخرج اللي فين غيلعب؟ ما كاينش ملاعب، ملاعب ديال القرب ما كاينينش. كاين التيران ديال العالي اللي كان هنا راه سدوه، راه كاين خاص بالفئات ديال 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 الانديه. هاد الدري الصغير هذا سؤال مباشر للمسؤولين. ولدك كيسكن في المحمديه، من اللي غادي يخرج يلعب فين غيمشي يلعب؟ كاين عا لي زابارتمون، كاين الديور مزيان. حنا نشوفوا رساله للمجلس البلدي باش يدير لهم مرافق فين يلعبوا. اذا بيت المال المسلمين، هذاك بيت المال المسلمين خاصو يتفرق على الناس ساكن، راه كاينين اللي ما عندوش المآوي. كاين ما كنشوف دابا قدامي الهيها فين. نعم شوف الناس، شوف شوف دوك الرجال الكبار ساكن. غادي يدير اذا الى غدا.